الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده رايحين، كل سنه وانتم طيبين، نجيب الغنم للعيد. فقلت حبيت برضو ان ايه تشاركونا برضو مع ايه في الايه في الجوله الجميله اللطيفه دي، ونشوف كده الغنم هيبقى شكله برضو جميل في السوق. يلا بينا مع بعض نبدا من اول ما مشينا. بصوا الجمال بقى، وما اقولكوش كمان على ريحه الارض والزرع، حاجه كده جميله. قلنا ناخد معاكم الجوله من البدايه خالص من واحنا ماشيين، كمان تغيير جو بقى عن زحمه المدينه. وادي نخل البلح، البلح طارح فيه اهو جميل، اخضر كده اللي هو الزغلول اللي بنقول عليه البلح الزغلول. الجو ده جميلة جميلة، وتستاهل الصحيان بدري. منظر البلح هو لسه اخضر كده اللي هو الزغلول ده، يا رب يكون باين بس كويس. ما شاء الله شايفين ابراج الحمام الجميلة دي. ده مزرعة دي، ودخلنا كمان السوق هنا اهو. بصوا السوق بتاعهم كمان كبير ازاي. شايفين السوق هنا كده؟ نوريكم برضو اجواء السوق هنا كده. هنا كده بقى احنا داخلين على سوق الغنم، حبينا برضو دخلنا نشتري حاجه عشان العيد، كل سنه وانتم طيبين. فحبينا برضو ان احنا ايه نشارككم معانا ايه اللحظات دي كده من قلب سوق الغنم نفسه كده. ادي كده ايه زي ايه جوزة. ايوه بتعرفوها بالكسر كده؟ اه باثنين كسر جوز واحد سنتين. يعني كده دي صغيره ولا كبيره؟ دي صغيره في السن لسه. صغيره لسه صغيره. ايوه دي لبنيه اللي عندك دي. دي لبنيه. اوه
لبنية دي. كوريس نارها كده؟ لبنية دي. لبنية يعني مكسرتش حاجة خالص صح؟ لبنية دي. دي برضو كده لبنية؟ اه. سنة الشعية لبس دي. وبعدين ديت دي بس. دول كبار عندهم. اه دول يبقوا فرقة سنتين. كده يبقى دي عمرها قد إيه بقى؟ ها؟ دي عمرها ما كملش 4 شهور ولا 5 شهور. 4 شهور أو 5 شهور؟ اه أيوه. والغنم ده تبعك برضو؟ الغنم دي تبعك. دي لحم دوق. اهلا اهلا اهلا. عفوا تمام سيدي. لا يا معلم. والله ما يا معلم. والله يا معلم. والله يا معلم. بس صورت شربك. ما احنا نصور ونشتري كمان. منين انتوا؟ هنصور اللحم. بص يا هاني شايفين بسم الله ما شاء الله دي ورا دمنطي دي ورا جليله مبيع 40 والله بيع 40 ما تشوف لنا من الغنم ده هاني يا باشا يا عمي الفيديو ده يروح المحتز شكله كده يروح المحتز الفيديو ده حاجه في ربعيه ثانيه طب هم دول المفروض قد ايه كده ويبقوا حلوين كده جربوا عادي لا يقعدوا قد ايه معاه عشان يبقوا حلوين كده يعني هم حلوين من النهارده يعني بس ما يتذبحوش من النهارده لا بالنهارده تربيه ايوه ما بقول لك تربيه يقعدوا قد ايه بقى يبقوا حلوين كده هم خلاص كده قدام منهم شهر او شهرين ويضربوا جربوا على طول صح شهر بس شهر او شهرين يضربوا رك على اكل هاتي هاني يلا قلت لك ساعة المشكلة انت قلت لك ساعة المشكلة ده الاحمر ده ايه؟ مال جدي ولا ما؟ هي مال فين الساحل؟ كامل مال اهي 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 امشي كده امال انا مش عايز غنى خد يا عم 600 حاجة مش مش بتاعت صور لكم السوق اهو كده احنا ماشيين مش عارفين ندخل فيه طبعا ننزل من العربية ندخل فيه لجوه بس أسعاره طبعا مش قادرة أقول أسعار لأن كل واحد سعره بيختلف عن التاني خالص كلم يا هشام كلم يا هشام عايزك خلاص طلعوا بقى في العربية نقعد بقى هنا شوية طبعا هي الأسعار بقى هنا بتختلف لأن حسب كل واحد ما بيقول سعره وحسب طبعا كمان بيقولوا كسرة سنة كسرة اتنين يعني على سنها ايه رايكم بقى في دول يلا ربنا يبارك لنا فيهم شايفين بقى الجمال الصغنن ده نختم بقى جولتنا بعد ما اشترينا يلا ايه رايكم اللهم بارك ايه رايكم فيهم اللهم بارك